يا الله، السلام عليكم شباب. فيديو جديد نبدي بالصلاه على محمد وال محمد. شباب خلونا لايك على الفيديو، ما مشترك خليه يشترك. وشباب ان شاء الله بهذا الفيديو راح نسحب القرعه مال المسابقه. كتبت الاسماء هسه، بقى ايش كم اسم ان شاء الله راح اكملهن واسحب القرعه. بس راح اخليكم يا ابنائي هذا الفيديو، شوفوا الفيديو للاخير، وان شاء الله التوفيق للجميع، والف مبروك للفايزين بهاي المسابقه. وان شاء الله شباب المسابقات يعني بالفترة الجاية هم نسوي مسابقات، يعني إن شاء الله إذا وصلنا ل 15,000 نسوي مسابقة أقوى. المسابقة راح تصير على حمام مشجر، يعني مو عادي ولا عسلي. إن شاء الله على ال 15,000 أسوي على زوج مشجر. وإن شاء الله التوفيق للجميع، فلا تنسون اللايك والاشتراك ومشاهدة ممتعة. مثل يومي أول ما أصعد ألقى الفنجس داخل هنا بهاي الخانة. خله طلع. طلع. هاي يومية الفنجس القاعد داخل هنا. المشكلة قلت لكم ماكو مكان يدخل من عنده، وذاكو مكان يدخل من عنده كان قدر يطلع من عنده، بس ماكو. خل اشوف هاي بعد فد مرة، خل اشوف هذا الزوج بعد الموفقسات. هذين بعد الموفقسات بقى. هاي بيضة مال الفنجس هنا، بيضاتها عالثيل. اي بيضا بالقاع، بيضا وين ما يجني بيضا، ما ادري شو المشكله. خليني افحص ذن البيضات مال هذا الزوج، خليني اشوف ان شادات. لا، لان اول مره بيضا عندي ذن. ما لوح الشغله الفلاش. هاي ما شاد، هاي ما شاد. وهاي الثانية هو ما جاي يا شيخ. هاي انفجار دموي. هلا طلعنا ذبن حتى يبيض من جديد. هذا الزوج المشجر بيضاته ما يعني، واحده شاده واحده انفجار دموي، وذن لقيت اثنين مكسرات الفوق. فذن البيض مال المشجر. خليني افحص بعد ذني هم فد مره. هاي شاد. وهاي الثانية هم هاي مكسورة مكسورة. بيها فطر هنا فما اعتقد تطلع، بس خليها هسه، ما خسران شيء. خليها وي هاي. هسه صعدت للمحمية شباب، شوفوا هذا وين ميت. وهذا استغفر الله. شباب هذا داخل بهاي الخانة، اعتقد السمان هذا كاتله، يعني قد ما ضارب بيه السمان عاصي هنا مكلب بهذا السين. خل ادخل من جوا واشوفه. هذا شباب طلعته. هذا هسه حتى بعده، يعني بعده هذا احتمال يعني قبل ساعة هيك مو أكثر. بعده الحمد لله والشكر دفع الله ما كان أعظم. ضاع اللون مالته شلون فاتح. يلا الحمد لله ما شاء الله. هذا الفرخ طالع بسم الله ما شاء الله، بس بعده كلش صغير. هذا راح ارجع للعش. العش مالته ذاك الاخير، ذاك الاخير هذا العش مالته. هذن الفقشن خمسه بعش واحد،
طلع المنعتن بس اثنين، واحد عادي وهذا الثاني، هذا الثاني واحد عادي وواحد عسلي. طلع وجبة اليوم المورنجة، هاي اوراق المورنجة. ريت اسوي بيض وياها بس ما لحقت ان شاء الله على باكر، لان عندي افراخ مال فناجس من فقس لها هسه مره واحده مقدم البيض. ان شاء الله باكر اقدم لهن بيض ومورنجة، اليوم بس المورنجة. خل اطيه لهن هسه. جاي اكمل بالاسماء مال القرعه، لحد الان ما مكمل تقريبا، بعد بيهم 15 او 16 واحد، ان شاء الله اكملهم على مود نسحب القرعه. بعد جاي اطلع، لان تعرفون شوي تاخر اطلع من الفيس، اطلع الاسم وانقله هنا اكتبه واكتب الاسم والعنوان، فشوي راد وقت. فهسه الحمد لله والشكر راح اخلص، ما بقى شيء تقريبا، قلت لكم 16 واحد 15 واحد واخلص على مود نسحب القرعه. لحد الان هنا تقريبا بهم 77 واحد، والباقي بعد نشوف ايش قد يصير، تقريبا يصيرون 100 شباب. واخيرا كملت المتسابقين كلهم، هسه سجلتهم، صار العدد مالتهم بالمضبوط 104 104 صاروا العدد كامل. فهسه مثل ما اتفقنا راح اسحب اثنين، وكل واحد يعني هم اللي اسحبهم كل واحد يربح له زوج حمام ملكي عسل ان شاء الله، والتوفيق للجميع ان شاء الله. فهسه خلينا نبلش نسحب، بس خلي اثبت الستان. نقول بسم الله. وهذا اول واحد، حسان محمد الفيلي دياله، حسان محمد الفيلي دياله، هذا اول متسابق فاز ويانا يعني بزوج حمام ملكي عسلي. وبعد متسابق ثاني، خلينا نسحب الثاني ونشوف، هذا نخليه هنا همه. نقول بسم الله. مصطفى ابو سجاد مدينة الصدر، بغداد مدينة الصدر، مصطفى ابو سجاد. هذول بعد ما نحتاجهم، وهذول الفازوا ويانا، هذول الفازوا ويانا، مصطفى ابو سجاد وحسان محمد الفيلي، هذول الفازوا ويانا. وان شاء الله راح ادسهم ابو مدينة الصدر، احتمال يعني اليوم ادسهم اليه، اليوم الدنيا يعني هسه بعدها الدنيا الصبح، فاحتمال الزمن هسه اذا قدرت الزمن فاليوم ادسن الى، لان قريب ابو المدينه. بس ابو ديال احتمال يعني يوم يومين يوصلنا ان شاء الله، وانا هم راح اراسلهم وعلى مود اتفق ايش وقت يوصلنهم. عند هاي السمانه كلش تعبانه. شوفوا كلش تعبانه، هاي ما اعتقد تبقى. حتى اكل ما تقدر تاكل. خطيه اعتقد هاي ما تطول. وهذا الغندور مثل ما قلتوا لي سميه دعبول، بعد منه وهيش دعبول. ان شاء الله بس على المجالي اطلع ادربيه.
قبل شوي زقيتها بس بعدها جوعان.